مقطع تداوله نشطاء وعقبوا عليه بقولهم إن السموم والأمراض هي حصة العراق أو المواطن العراقي من الغاز والنفط. وكتب كثيرون عبر صفحاتهم منشورات تحث أهالي البصرة على مواصلة الحركات الشعبية. يعني احنا ليش من دون الوادي ميتي محافظة البصرة يتي. دوم الجو مالتها تعبان وامراض وسرطانات. ايش وقت يصير مثل هاي الدول الباقية مثل المحافظات مثل بغداد والعمارة كلها جوها صافي، بس البصرة الجو كله دخان وامراض. احنا مغضوب علينا من كل الجهات، من الحكومة من الاحزاب، وهالدخان هذا مال النفط والغاز بعد سنة. احنا حتى غير موعدنا، هذا غيرنا دخان وغيرنا امراض. شو كنت نرتاح؟ هاي كلها امراض وسموم. البصرة دوم مظلومة، كل شي مظلوم. هاي السنة بعد سنة كلها دخان وامراض وسموم. عامل محطة غاز البصرة. الله كريم.